السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد، وبإذن الله هنعمل برضو مكون كويس جدا هنحطه على الأكل، وهقول لكم برضو هنحطه على المية. طبعا الدورة بتاعتنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين ماشية معايا كويس جدا. الصندوق فرشناه، طبعا كل مرة بنفرش نشارة وانتم متعودين على كده، علشان بس يا جماعه الناس اللي هتستغرب وتقول لي ايه مش هيمان في قلب الصندوق دوت، دي حاجه كده يا جماعه بديل النشاره. بصوا عامل ازاي، هي بتبقى ايه زي النشاره كده، بس يعني ايه بقى كده حاجه زي بديل النشاره. اهم حاجه يا جماعه فرشه بس تمتص اي حاجه تحتهم علشان ما يبردوش مننا، وفي نفس الوقت بقى توفير يعني النشاره. طبعا انتوا عارفين ان النشاره غاليه والشكاره بتبقى يعني صغيره وبتكوس لها 50 جنيه و60 جنيه. لا احنا قلنا بقى يعني نعمل فكره اقتصاديه كده ونعمل البديل بتاعه. طبعا اي حد عنده تبن ممكن ان هو يحط تبن يبقى كويس، عنده شويه قش ولا حاجه حطوهم، اي فرشه والسلام، علشان بس الفرش ما يبردش مننا. تمام. طبعا طبعا يا جماعه النهارده انا كنت صورت لكم فيديو امبارح، قلت بقى اصور لكم النهارده فيديو، وطبعا ان شاء الله نحط مكون كويس. بس قبل طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه لهم العلف اهوت، ده العلف البدي، هنحط لهم مكون كويس. المكون دوت هيخلي الفراخ عندك ما شاء الله تيجي يومها بيومين، في نفس الوقت برده بيبعد الاسهالات، وكمان كالسيوم كويس جدا للفرخ، وحاجه طبعا يعني هو بروتين طبيعي، في نسبه بروتين عاليه جدا وفي نسبه كالسيوم عاليه جدا. انا مش هستخدمه كل يوم، لا ممكن تعمليه من اول ما تجيب الدوره كده مرتين ثلاثه في الاسبوع، هيبقى حلو قوي. اللي هو طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده البيض اهو، بصوا هناخد البيضه كده اهوت، افتحها وهبدا ان انا احط لهم على العلف اهي. بصوا حتى ايه لو انتوا لاحظتوا بقى، بص تلاقي الفراخ ما شاء الله بتحب البيض وتحب ريحه البيض. ده يا جماعه احسن حاجه اعملها لهم يعني حتى لو انت جبت الفراخ لسه اول يوم حتى او عمر يوم لسه، اسلق لهم بيضه كده اهوت وافركها لهم على العلف وسيبوهم ينقروا اهي، لان ده يعتبر اقوى بروتين ممكن تعمليه للفرخ، واقصى يعني واحسن حاجه يعني فيه كالسيوم كويس جدا علشان الفرخ. ده كده عملناها اهو، فرقناها يعني فيها بيضه واحده بس، ممكن تعملي مثلا كمان بكره واحده جايه تعملهم واحده، ده هتخلي الفراخ ما شاء الله تكبر معاكي بسرعه وتسبق سنها. ده كده اهو فرقناها لهم في العلف اهوت، ياكلوها بقى هم اهو. طبعا يمكن انا عملت لكم اي دوره انا بجيبها بتلاقوني عملت الموضوع ده، لان انا عندي ما شاء الله فراخ بتيجي على البيض في اول اسبوع بتبقى حلوه قوي. ده لو انت عايزه الدوره تمشي معاكي سليمه، لان طبعا يا جماعه اهم حاجه اول اسبوع في الدوره، بعد كده بقى خلاص متى ما الفرخ عدى معاكي اول اسبوع ما تحمليش همه. حطينا لهم البيضه وسيبهم ياكلوا. الميه برده هحط لهم عليها مكون كويس قوي ان شاء الله تشوفوه، ولما الفرخ يوصل معانا عمر اسبوع نقدر بقى نعمل الخلطات الطبيعيه. طالما الفرخ يا جماعه تحس ان الفرخ ما شاء الله بيكبر معاك وكويس، اعرف ان الفرخ دوت كويس وهيمشي معاك حلو طول الدور. نسيبهم بقى ياكلوا البيضه، وهقول لكم برده هنعمل ايه كده في قلب الميه. ده يا جماعه بقى الميه هنحط لها برده مكون، بصوا بقى انا معايا ايه، معايا الليمون ده اهو، هنحط على الميه كده عصره ليمونه، ومش هحط ليمون بس، لا هو نص ليمونه حلو قوي اهي. هما شكلهم عشرين، وهناخد برده نص معلقه كده صغيره من السكر. بصوا اهي نص معلقه، ما نكترش سكر مع ليمون، ده كويس جدا للفرخ، وكمان لو انت حطيت سكر مع خل حلو جدا اهو. ونحط الفرخ بقى يشرب، مش عارفه الطوبه بقى كده عاليه عليهم، بس هي حلوه كده يا دوب. ونحط بقى كده الفراخ ما شاء الله يشربوه. انا كده عملت سكر مع الليمون للفرخ يشرب، وحطيت البيضه على العلف، وده احسن حاجه ممكن انت تعملها لهم. لو احنا داومنا يا جماعه على
على الخلطات والحاجات الطبيعيه ديت. طبعا الدوره لغايه دلوقتي ما جبتلهاش دواء استقبال، عشان تكون انتوا برضو عارفين اللي حابب يجيب دواء استقبال يجيب، مفيش مشكله. بس الناس اللي هي متابعه معايا وبتعمل نفس الوصفات بتاعتنا وماشيه على نفس النظام ومش حابه ان هي تجيب دواء استقبال او تكلف نفسها، او بمعنى اصح مش عشان تكلف نفسها كمان، عايزه تمشي الفرخ طبيعي، ده هيبقى افضل يعني واحسن. تمام. بس اهم حاجه الفرخ يعتبر في ايدك انت، في ايدك ان انت تدفي الفرخ او في ايدك الفرخ يبرد منك، في ايدك ان انت تنضفي تحته، يعني ما تخليش الفرخ تحته يكون تحته فضلات او الكلام ده كله عشان ما يبردش او يقول اسهال او فوكسيدا او الكلام ده كله، ده طبعا في ايدك انت. انما الخلطات والحاجات انا بس بديها لك وانت تنفذي، انما كان بقى ان الفرخ ما جاش او الفرخ بيجي له اسهال او الكلام ده، ده ممكن انت اللي تاخدي بالك منه. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه باذن الله هنعمل برضو مكونات كويسه جدا علشان الاسهالات. تمام. لان اكتر وقت بيجي للفرخ فيه اسهال هو الاسبوع الاولاني، علشان كده ان شاء الله الفيديو الجاي او بكره باذن الله هعمل لكم مكون كويس جدا، يا اما خلطه يا اما دواء ان شاء الله هجيبه لكم برضو باذن الله، ده هيمنع معاكي الاسهال خالص. ده يا جماعه بقى كده يا جماعه بقى خلصنا مع بعض الوصفه اللي انا عملتها معاكم. بس اهم حاجه يعني حطوا لايكات كتير للفيديو علشان ان شاء الله يبقى في تفاعل بيني وبينكم كده، وكل يوم تشجعوني انا كل يوم اصور لكم باذن الله بالترتيب. عايزه اقول لكم على حاجه يعني مهمه جدا، الخل يا جماعه بلاش حد يحط خل للفراخ في اول اسبوع، الخل يعتبر حامي، والخل لو احنا حطيناه بس بعد الاسبوع الاولاني بنحط معلقه صغيره بس على رطل ميه. تمام. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.